السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا متعودين كده، احنا كل تلات بنروح عند ام عبد الله بنصور عندها كل جديد. بصراحة النهاردة عندها تشكيلة حلوة، عندها فساتين صغيرة، الفستان ب5 جنيه، فستان اطفال حوالي سنتين بالسنتين 3 سنين كده رفيع ب5 جنيه. مش جاي السعر، مش جاي تمن السوستة ولا تمن القماش بتاع الفستان. زي ما انتوا شايفين كده عندها كل الالوانات، عندها الفوشيا والاحمر والموف والاورنج والفضي. يعني بصراحة كان عندها تشكيلة حلوة من القماش والفساتين اللي هي الصغيرة ديت. الفستان ب5 جنيه، الفستان الالوانات كتير، تحتاري بقى تختاري ايه ولا ايه. وهو بس عاوز بس تقفيل من الجناب، يعني هو مفيهوش غير كده، لكن مقصوص ومتركب له سوسته من الظهر وكل حاجه. بس هو الاختلاف بس ان هو فيها بس هتقفلي الجنب من هنا وهتقفلي الجنب من الناحيه التانية. بصراحه يعني حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده اهوت. يعني بصراحه الحاجات كلها عندها حلوه النهارده، عندها تشكيله حلوه قوي، وعندها جبرات حاجات اللي هي الكلف. الحاجات دي كانت الكلفه ممكن مقصوصة صدر عباية مش كده، الكتب ب5، كانت المتر ب5. هنتفرج مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده، الاشكال كتير والالوانات كتير. بصراحة كان في بقى الاحمر والفوشيا والبني. البني كان فيه قماشة كده عاملة زي الفسكوس كده طرية، يا بشراشيب من تحت كده، يا بس هتقفلي الجنب من هنا والجنب من هنا. كانت اي فستان كان ب5 جنيه. واشكاله اللي هو الفوشيا، كانت اللي هو الفوشيا الوحيد اللي كان ليه حزام من ورا، هتقفلي الجنب من هنا والجنب من هنا بس، لكن الباقي كله ايه من غير حزام. والرسمه بتاعته حلوه، ادي شايفين اللون ده بتاعه حلو قوي. هي كلها رسمه واحده شكل واحد، يا دوبك انت بس هتقفلي الجنب من هنا والجنب من هنا. صراحه يعني التشكيله كلها حلوه، والالوانات الموف بتاعها، الموف بتاعها حلو قوي. الموف الفافي كان في الموف الفاتح والموف الغامق، كل ما بتقلمي فيه كان في الروز البامبا. الالوانات كتير قدامكم زي ما انتم شايفين. كان عندها بقى حاجات تانية بقى، كان عندها جلاليب كده، كانت الجلابيه ب60 جنيه، هي عامله زي الجيل كده تلبس مقاسات كبيره. وكان عندها بقى اللي هي القماش السواري، كانت المتر ب30 جنيه. كان عندها بقى كلها في حاجات، كانت في حاجات ب5، وحاجات الاتنين ب10، وفي حاجات التلاته ب10. كان في بقى اللي هي الكلف والحاجات اللي هي بتاعت اللي ممكن تحطي سي على صدر العباية، تحط على الكم، تعملي ممكن تعملي الشكل بقى، تشكلي بقى مخدة، تعملي وش مخدة والوش التاني سادة. يعني كان عندها تشكيلة حلوة، وانت بقى تنقي اللي يناسبك واللي يريحك. لو انت بقى بتفصلي والحاجات دي، انت لو خدت الفساتين ديت وقفلت الجنب من هنا والجنب من هنا، حلوة قوي. يعني حلو لما تبيعي، لو بعتيها حتى 30 جنيه انتي كسبانة، هتاخديه انتي واخدة منها ب5 جنيه اصلا. يعني مش جاي تمن قماش اصلا. ده السوستة اللي فيه الواحدة السوستة بس من بره متركبة فيه، اللي هي لوحديها من ورا دي بتشرب 3 جنيه، يعني ببلاش. اسعار فوق الخيال بصراحة. والالوانات بقى قدامكم كتير بقى، بتنقي كتير، تنقي في كان في الاحمر والموف والبرتقاني والبني. الكافي بتاعه كان حلو اوي، والموف بتاعه تحفة بصراحة، والألوانات كتير. الموف ده هو زي ما انتم شايفين كده، والكافيه، الكافيه ده حلو اوي، الكافيه بتاعه اللون بتاعه تحفة بصراحة. والفوشيا، الفوشيا كان في كذا فوشيا اهوت، فوشيا فاتح فوشيا غامق حسب الدرجة يعني. بس الألوانات كلها حلوة بصراحة، مغرية. وانت بتنقي بقى اللي يناسبك حسب البشرة بتاعة الطفلة او الطفلة اللي انت هتاخديها، عشان يبقى ايه اللي ماشي معاها. وكخيار انت لو ممكن تاخدي 24. كان في بقى عندها مناديل مبللة، كانت الاتنين ب5. كان عندها بريح كذا ريحة، في ريحة الليمون وريحة الفل وريحة الياسمين. كان عندها كتير بصراحة، كان عندها كميات تقريبا، كان عندها كمامات، يعني كان عندها كمامات تقريبا كمان بنفس السعر. زي ما انتم شايفين كده احنا بنقلب معاها. الالوانات كتير، وتختاري بقى اللي انت عاوزاه اهيت. كمان اهي كان عندها كذا كرتونه فيها اهي الجلاليب اللي انا بقول لكم عليها، هي قماشتها حلوه، التفصيله بتاعتها عاديه يعني، هي بكنار من تحت كده. كانت الجلابيه ب60 جنيه. كان عندها بقى كان الوانات كتير، اللي هو الفاتح اللي فيها رسمه الورد دي، والمنقطه في ابيض دي نفس السعر تقريبا. يعني بس اللي يحب يروح لها بدري يعني قبل الزحمه وكده. كان عندها بقى حاجات تانية كتير،
هي اكتر حاجة بتجيبها الحاجات اللي هي الكلف والحاجات ديت بتاع، وعندها كان عندها ملايات، كانت الكيس بخمسة، وفي كيس بخمسة وكيس بعشرة، كانت الملاية الكبيرة كبيرة ب85، والصغيرة بقى كانت ب60. كان في حاجات تانية كتير بصراحة، وانت بقى بتختاري اللي انت عاوزاه. فيه القماشات بقى، القماشات السواري ده كانت المتر ب30 جنيه، اهو تقلبي. كان فيها الوانات كتير بصراحة، الزهري بتاعها حلو، في زهري وفي احمر وفي روز، الالوانات كتير، كانت في الاسود زي ما انتم شايفين كده، الالوانات كتير. وبتقلبي، كل ما بتقلبي كل ما الفضة دي حلوة، ممكن تيجي بلوزة حلوة قط كده، او ممكن تيجي بكم، يعني حسب ما تطلع معاكي. فانت بتاخدي بالمتر بقى. وكان في الاحمر، كان في المسطر ده، بصراحة كان عندها تشكيلة كتير اوي. ودي مناديل اهيت برضك، اهيت نتفرجنا عليها تاني، يعني هنتابع مع بعض كده. ودي دي كلف اهيت زي الشفونة اهي، كانت الحتة ب5 جنيه، في ب5 وفي ب10. كان في كلف بقى المتر ب5، اللي هي الكلف البيضة اللي بتتحط ديت زي ما انتوا شايفين كده. انت بقى بتقلبي وبتختاري، لو انت بقى بتفصلي وعارفة ممكن تحطي على ملايات، تحطي تعملي كسوة انتريه، كسوة ركنة، بتشكلي زي براحتك. هي الكلف زي ما انتوا شايفين كده، هي كلف عريضة هي، وانت بتنقي بصراحة. يعني كان عندها حاجات حلوة اوي المرة دي، كانت الكلف الاتنين بخمسة زي ما انتوا شايفين. انت بقى بتقلبي، لان بصراحة هي في كلف اهي، ممكن دي تنفع صدر عباية، دي كانت ب5 جنيه. في كلف تانية بقى ممكن تعملها زي ساتان بجنب العباية، مش شمال ويمين. ممكن لو بتعملي ملاية تدخليها فيها، ممكن تعملي لو عباية شوفون تدخلي فيها زي ما انت عاوزة. كانت الاتنين ب5 جنيه زي ما انتوا شايفين كده، الاشكال قدامكم، وبتنقي اللي يناسبك. كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي. ودي كلف بردك، كانت في حاجات ب5 وفي حاجات الاتنين ب5. الورد اللي هو بتقسم الطحون كنت حاطاه على الصدر وكده، دي كلها كلف بقى. كلف انت بقى بتقلبي. كان في الوانات بقى كتير، اللي هو الاحمر والفوشيا والبني والاسود. لو بتعملي عباية سودا ممكن بردك هتلاقي عندها الكلف بتاعتها. بصراحة كان في تشكيلة كتير هي. كمان القطعة اللي انا بقول لكم، الصدر المقصوص هي زي ما انتم شايفين كده، كانت الصدر صدر مقصوص على بعضه كده، ممكن تاخديه ب5 جنيه، يعني مش كبيرة، ممكن تعملي منها الكم. ممكن لو عندك عباية قصيرة ممكن تطولي الديل بتاعها زي ما تشوفوا الرسومات بتاعتها عاملة ازاي، بصراحة الرسمة بتاعتها تحفة. انت بقى بتختاري اللي انت عاوزاه. كان في اسود بقى وقماش حرير عندها المتر، كان الاسود الحريرة هو زي ما انتم شايفين كده. كان في بقى حاجات تانية كتير، في كان عندها ستان، في عندها الشيفون، بصراحة كان عندها حاجات كتير بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.